قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تدعو الله فلم يعطك، إذا أردت أن تدعو الله فدعوته لكنه لم يعطك ما تدعوه به، طلبت من الله رزق لم ترزق، طلبت من الله أن تشفى من المرض فلم تشفى، طلبت من الله الزواج لم تتزوج، طلبت من الله الغنى ما زلت فقير، طلبت من الله الولد ما زلت عقيم، طلبت من الله أن يفرحك ما زلت في حزن، كل هذه الطلبات لم تستجاب. إذا طلبت من الله فلم يعطك فقف على باب الله وابكي كما يبكي الصبي الصغير. يا أحباب، الصبي الصغير لما يأتي لوالده ويطلب من والده أن يشتري له حاجة أو أن يعطيه حاجة ويرفض الوالد أن يعطيه هذه الحاجة، ماذا يصنع الصبي الصغير؟ يظل ممسكاً بثياب أبيه ومتعلقاً بثياب أبيه ولا يغادر مكان أبيه إلا وقد أعطاه حاجته. قال: إذا دعوت الله فلم يعطك لا تهرب من باب الله. لماذا؟ لأنك أنت لا تطرق باب ملك من ملوك الدنيا ولا تطرق باب غني من أغنياء الدنيا، يفتح بابه يوما ويغلقه أسابيعا، يفتح بابه يومين ويغلقه سنوات. لا، أنت تتعامل مع ملك الملوك. لما أحد الصالحين ابتلي ضيق عليه في الحياة فجاءه صاحبه، انظر إلى اليقين، انظر إلى اليقين بالله، قال له صاحبه: لقد ضاقت بك الدنيا فما لك إلا أن تطرق باب الله. فقال له: ويحك، وهل باب الله مغلق حتى يطرق؟ ويحك، وهل باب الله مغلق حتى يطرق؟ باب الله ليس بحاجة إلى أن يطرق لأنه ليس مغلق حتى يطرق، بمجرد أن تقول يا رب يقول لبيك إنه الله. قال: فابكي بكاء الصبي الصغير ولا تغادر باب الملك إلا وقد أعطاك الله حاجتك. جاء في الأثر أن الله ابتلى عبدا له من الصالحين، ابتلى، ضيق عليه الحياة في رزق، في مال، في مرض، ضيق عليه الحياة. انظروا ماذا قال الله لملائكته، قال: يا ملائكتي لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. تخيل، ربما لك أسابيع لم تقل يا رب صدق، ربما لك سنوات لم تأتي في ظلام الليل والناس قد ذهبوا إلى النوم وأنت قد جلست وقفت ترفع يديك إلى السماء تبكي بدل، تريد رزق، تريد زواج، تريد أنا، تريد سعادة، تريد غنى، لم تدعو الله بصدق. قال: ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. يا أحباب، ما هو أعظم الدعاء؟ قد يقول الواحد منا إن أعظم الدعاء هو أن ندعو الله وقد اشتدت بنا الدنيا. لا والله، قال العلماء أعظم الدعاء هو دعاء الرخاء. ولهذا بعضنا إذا اشتدت به الدنيا فدعا الله لم يجد استجابة، أين كنت في الرخاء؟ بعضنا يعتقد أن الدعاء جاء إذا حرمنا المال قلنا يا رب، إذا الصحة وكبرنا في العمر قلنا يا رب، إذا راحت الصحة وضاعت قلنا يا رب، إذا اشتد المرض قلنا يا رب، إذا تأخر الراتب قلنا يا رب، إذا تأخر الزواج قلنا يا رب. ليست هذه هي مواطن الدعاء، ليس هذا أعظم الدعاء. أعظم الدعاء عند الله أن تدعو الله في الرخاء. يعني أنت شاب اليوم، ما شاء الله شاب وعندك صحتك، الدعاء الآن مطلوب منك أعظم من أن تكبر فتدعو الله أن يعطيك ما كان يعطيك إياه في وقت الشباب. أن تكون الآن معك المال، الآن معك المال، الله رازقك مال، الآن مطلوب منك أن تدعو الله أكثر من أن تحرم المال فتدعو الله أن يعيدك إلى أيام الغنى. لهذا من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. فأعظم الدعاء أن ندعو الله في الرخاء.
وأيضا أيها الأحباب، ليس من أدب الدعاء، ليس من أدب الدعاء مع الله أن تطلب من الله أن يعطيك في وقت الشدة فتحرم فتقول لم يعطيني ربي. ألم يعطيك مثلا في وقت الرخاء؟ تعال انظر إلى واحد من الناس كان معه المال، كان معه المال، فلما حرم المال بدأ ينادي يا رب، بدأ ينادي يا رب، ووضع رأسه في التراب. الآن يا أحباب، الواحد لما يكون معاه مال تجد وجهه طلق، وتجده مبتسم، وتجده في سعادة. تعال لنفس هذا الشخص بعد شهر حرم المال، ماذا يصنع؟ يضع رأسه في الأرض ويسود وجهه. سبحان الله، سبحان الله، هذا ليس من الأدب مع الله. تدري لماذا؟ لما كان معك المال من الذي أعطاك؟ الله. ولما جئت بعد شهر وليس معك مال، من الذي حرمك؟ الله. لماذا حينما يعطيك ترفع رأسك وحينما يحرمك تخفض رأسك؟ هل هذا أدب مع الله؟ ليس أدب مع الله. الأدب مع الله أنه إذا مرضت ترفع رأسك، وإذا شفيت ترفع رأسك، إذا معك اليوم مال ارفع رأسك، إذا حرمت بعدها المال ارفع رأسك. لماذا؟ لأنه على كل الأحوال إذا ضاقت الأرض اتسعت السماء. ماذا جاء في الأثر؟ أن الله قال أنا غاية الآمال كلها، أنا غاية الآمال كلها. لو وضعت أملك عند باب مسؤول أو غني، الله يقول لك أنا غاية الآمال كلها، فكيف تنتهي الآمال دوني؟ وهذا طريق من؟ هذا طريق الأنبياء يا أحباب، والله هذا طريق الأنبياء. على كل الأحوال ارفع رأسك، أعطيت المال ارفع رأسك، معك الله، حرمت المال ارفع رأسك، لا تضع رأسك في الأرض، لأنه حرمك يوما سيعطيك أياما، مرضك يوما سيشفيك أياما، إنه الله جل في علا. يا أحباب، جاء 50 شابا يحملون سيوفهم وسيوفهم تقطر دما، يريدون أن يرتكبوا أعظم جريمة في التاريخ، أعظم جريمة في التاريخ، ألا وهي اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون، جاء النبي إلى الغار وحاصر هؤلاء 50 شابا للغار وسيوفهم تقطر دما، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر، وأبو بكر ينظر ويرى، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنه، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبتسم. يا أحباب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ لا يقلق في الحياة من كان له أب، فبالله عليكم كيف يقلق من كان له رب؟ فنظر النبي إلى أبو بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، حتى ولو سيوفهم تقطر دما، حتى ولو أنهم يريدون قتلي، يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. يا أيها الحبيب، مهما ضاقت عليك الحياة في الغربة لا تحزن، إن الله معنا. نادي معي، قل يا رب المحرومين أعطني، قل يا رب المكسورين اجبرني، قل يا رب الضعفاء قوني، قل يا رب الفقراء أغنني، قل يا رب التائهين دلني. دوما كن مع الله، دوما كن مع الله. ويا أحباب، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينسى. الله عز وجل يقول من ذا الذي وقف على بابي فطرته، ومن ذا الذي أملني لنائبة فلم أعطه، من ذا الذي وقف على بابي فطرته، ومن ذا الذي أملني لنائبة فلم أعطه. يا أحباب، أيوب عليه السلام 18 عاما من المرض، لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 16 عاما من المرض، حتى أن الناس ملت من زيارة أيوب، يعني تعبت من زيارة أيوب. الناس قد تزورك عند المرض مرة مرتين، لكن 16 سنة، فالناس ملت من زيارة من زيارة أيوب.
ولم يبقى مع أيوب عليه السلام إلا زوجته وواحد من أصحابه كان يداوم من فترة إلى فترة على زيارة أيوب. الواحد منا اليوم يصاب بشوكة في الحياة، يضجر من الحياة، يتأخر راتبه، يضجر من الحياة. اليوم تأخر راتبك، حرمت، كم أعطاك الله؟ أنت حينما تحرم المال لو أردت أن تعد النعم التي عليك الآن أعطاك الله إياها لن تستطيع عدها. فالرزق ليس هو رزق المال فقط. كم من الناس يتمنى الواحد منهم أن يرى لون السماء، أن يرى الشمس، أن يرى زرقة السماء، أن يرى أمه. وأن ترى كم من الناس يتمنى أن يسير على قدمين أو أن يسجد. بعض الناس يتمنى السجود لا يستطيع السجود. وأن تسجد بهناء وكرم. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. لكن الله لما نظر إلى أيوب ماذا قال الله بعد 18 عاما؟ قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب يعني رجاء، يعني منيب إلى الله. لا تجعل بينك وبين الله واسطة، ما تجعل بينك وبين الله وسيط. ارفع يديك إلى السماء. هل تعلم أنك إذا رفعت يديك إلى السماء أن الله يستحي أن يرد يديك صفرا خائبتين؟ الدعاء يرحل إلى السماء بماذا؟ أنت لما تقف تدعو الله، دعاؤك هذا يرحل إلى السماء بالرجاء، أن ترجو يا رب أعطني، يا رب زوجني، يا رب المال، يا رب الرزق، يا رب أعني في الغربة، يا رب أعطني، يا رب كن مع أهلي، يا رب لم شملي. أن تدعو الله بماذا؟ بالرجاء. فهذا الدعاء يرحل إلى السماء بالرجاء، فلا يعود إليك إلا بالعطاء. والله إذا أعطى، الناس إذا أعطت تعطي ماذا؟ تعطي بالتقسيط. والناس إذا طلبت منها مرة تعطيك، لكن جرب أطلب ثانية. والله أخوك من لحمك ودمك لا يتحمل أن تطلب منه أكثر من مرتين، ويغضب إذا طلبت منه أكثر من مرتين. والله تعالى يغضب إن لم تطلب منه 1,000,000 مرة. لأن الله يحب من؟ يحب العبد اللحوح. الله لا يحب العبد الذي يقول يا رب ثم يهرب. لا يحب العبد الذي يقف في الليل يقول يا رب الرزق، يصحو ليس هناك رزق فيهرب. لا، الله يحب العبد الذي يلح، الذي يلح حتى ولو طالت النتيجة، حتى ولو تأخرت النتيجة. لكن هذا الرجل الذي يدعو الله يعلم أن الدعاء ولو طال سيعود. إن لم يعد لك في الدنيا ستجده أمامك في الآخرة. على كل الأحوال إذا قلت يا رب وبعدها دعوت الله أن يعطيك شيئا، اعلم أنه لن يخلو هذا الدعاء من الإجابة، بل سيعود إليك. على كل الأحوال سيعود إليك. يا أحباب، أختم بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام وضع في نار، نار حقيقية يا أحباب، لا نار دين ولا نار هم ولا نار غم ولا نار تفكير ولا نار سهر في الليل. هذه كلها نيران، ليست بالنيران أمام نار حقيقية وضع فيها إبراهيم عليه السلام. ويأتيه من؟ جبريل. فنظر إليه قال يا جبريل أما منك فلا. انظر إلى الذي زرع اليقين في قلبه. الواحد منا أول ما تضيق عليه الحياة ماذا يقول؟ أول شيء يخطر في باله يقولها، طب مين بده ينقذني؟ مين بده ينجدني؟ طب في غني يديني؟ في غني يقف معاي؟ في مسؤول يقف معاي؟ قال لمن؟ قال لجبريل. قال لجبريل أما منك فلا. ما في واسطة، ما في شيء، الله معي، أنا مع الله. قال لجبريل عليه السلام، قال أما منك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ لما يبقى يقينك مثل يقين إبراهيم، حسبي الله ونعم الوكيل، أن تكون النهاية كما كانت لإبراهيم عليه السلام، أن ينار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
فنار الديون والغموم والهموم والحزن والأرق والتعب والسهر لن تكون عليك بردا وسلاما إلا إذا استقر اليقين في قلبك كما استقر في قلب إبراهيم. نهايتها أن يا نار كوني بردا وسلاما بإذن